دكتورة، هل ينصح مرضى الكبد بالصيام؟ طبعا مرضى الكبد يقصد فيه أي مرض يصيب الكبد ويؤثر على وظائفه ويرفع إنزيماته. إذا كان المريض عنده بس ارتفاع بإنزيمات الكبد بدون أي تغير على خلايا الكبد بتكوينتها وبدون ندب، بيقدر يصوم زيه زي كل الناس. لكن إذا بلش عنا مشاكل ندب بالكبد واللي بيسموه تشمع الكبد، هون بده يصوم مع حذر. إحنا تشمع الكبد عنا مرحلتين، التشمع اللي معوض الكبد وظائفه وبعده مسيطر على الأمور، بيقدروا هدول الناس يصوموا، بس بدهم يسخوا بالسكريات والسوائل بعد الإفطار، وبدهم لازم يصحوا يتسحروا ضروري، ولازم جدا أنه ينتبه لحركته خلال النهار، ما يعرض نفسه للجفاف، يلعب رياضة مثلا بالشمس، يمشي كتير، يتحرك، لازم يكون واعي جدا من خلال طبيبه طبعا منبه أنه هو بده يتفادى مناطق الحر، بده يتفادى مناطق الإرهاق والتعرض للشمس حتى يحافظ على الماء والسوائل بجسمه ممتازة. هلأ عنا مرضى التشمع اللي لا يسيطر الكبد على الوظائف، هدول ممنوع يصوموا بالتعريف العلمي، لأنه هدول الناس وكل الناس كبدنا اللي بيخزن السكر حتى يفرز لنا إياه ببطء لما بنحتاجه بدمنا بالجسم خلال النهار. لما أنتي وأنا وكلنا منصوم، إحنا كبدنا بيعوضنا بسكريات تكون هي تحريك الماتور لجسمنا، فلما الكبد عطلان بطل يخزن، خلايا صارت ندب نسميها تشمع، لكن فقد الوظائف وقيمته الوظيفية، أصبح لازم ناخد من برا سكر، لازم كل ساعتين ثلاثة هدول الناس ياخدوا سوائل وياخدوا سكر. إذن تفادي غيبوبات السكر ولتفادي الجفاف بهدول الناس، ممكن يأذي الكلى كتير بسرعة ويأذي عقلهم ويصير عندهم غيبوبات كبد، لابد إنهم ما يصوموا.